يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. بخصوص الاطوار اللي نزلناها ذني الخمسه ويا وجبه الاليفات اليوم صورتهن، تعرفون هذا الطور مو مثل الاليف، شويه مزعج، اذا قفصه تغير، اذا صاحبه تغير، اذا مكانه تغير، حتى لو كان له فتره بالقفص هم لازم يسكت ويعيد يفرمت روحه من جديد. عموما الطيور انا بس فحصتهن حتى بس اتاكد انه هن مو قافلات يحشن، يعني كلهن عزلتهن حشن، اللي ذبل لسان واللي صيح واللي فاره واللي طق جناح. هسه هم راح انزلها لكم كل ما كل واحد تفاصيله. بالنسبه للوقت اللي بالقفص، يعني الطيور بين اللي 4 اشهر 6 اشهر، يعني ما بيهن واحد عابر السنه بالقفص. فالطيور طبعا هذا صوت الاليفات، ما لكم شغله بيها، الاليفات عندنا وجبه جديده، بس شويه ده انتظرهن يتعودن حتى انزلهن. المهم الطيور هذا اللي قلت لكم ما عابرات السنه بالقفص، يعني الطيور مو كلش راقدات، احنا نسميه النص فتحه او ربع فتحه، يعني الطيور بس راقدات مو وحشيات، يعني يندل اكله يندل الميه، حتى من تخلي المرات مي بالقفص هم يسبحن، ومن تفتح عليها طير يطق جناح يفارن، يعني عابرات مرحله. قلت لكم بيهم بين 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر، بس ما عابرات السنه. فعندي هذا اول واحد بين خصيباوي مال البصره، الطير شوفوه هاي الحركه مالته، هسه هو وقف طير خشن كلش، طير حايل هم شبيه، هو هذا اكبر واحد بهن، صوته خشن حلو، سمعت له يمكن ثانيا وصياح بي الطير، فتحت عليه البلبل هذا مالتنا فاره وياه، يعني مو خايف من عنده، ظل يفاري وياه، يمكن طق جناح، لا ما طق جناح هذا، لا بس فاره وياه. هذا سعره 100 بدون قفص، طبعا هو كان معروض 150، لان سولفوا لي عليه غير شكل، فاتصلت بصاحبه قلت له يا بتريد شو الموضوع، فنزلناه لل 100، لان الطير ما فاتح، ما مكمل فتحته، ما واصل حتى للنص. هذا الطير خشن كلش حلو نظيف، يعني ريشه فشي حلو يعني ترتيبه. هذا ب 100 بدون قفص مال ابو الخصيب. عندي اثنين ذني مال مندلي، بس ما اعرف يا قاعد مندلي، بس مندلي وقبل هذني، هذا حلو الطير، يعني حايل كبير، هذا يحكي لسانات 3 4 لسانات، انا هم عزلته هسه تسمعوه، طق جناح وطير يفاري ويا من تفتح عليه بلبل ثاني. هذا ب 75 بدون قفص، تسمعونه هم صوته يحكي بلسانات خوف، ويحكي واحده من ينعزل، ولو انه كلنا نحكي من ينعزلن. هذا ب 75، هذا هم حايل كبير، بملاحظه اصبع برجله مقطوم، بس هو ما مأثر شيء طبيعي، هسه راح تشوفوه بالتصوير اقرب. وهذا اخوه هم مال مندلي، هذا مخلف مو كبير، هم صوته كلش حلو، وهم طق جناح. انا من اقول لكم طق جناح يعني حتى تعرف انه قد عابر مرحله، لان الوحش تعرفون انتم ما يطق جناح بالقفص اول بدايته، ياخذ له فتره يلا، فذني طق جناح يعني حتى تعرفون انه الطير عابر مرحله، هذني وحشيات شباب او طواره، هذني للتغريد فقط، يعني مو واحد هسه يقول لي هذا اذا يطلع من القفص ياكل من الايد، لا هذني للتغريد فقط. الطيور طبعا مهمولات كانن يم صاحبهن، فشويه ما مركزهن، حتى انه جايباوه عليهن مو كلش خشنات، لان ما معتني باكلهن، بس ان شاء الله انه يصيرن. فهذا قلنا 75، هذا اخوه هذا المندلاوي، هذا المخلف الصغير، هم صوته كلش حلو، هم طق جناح. وعندي اثنين بغداديات، هذني اثنين بغداديات، هذا مخلف مو كبير، صوته كلش حلو وخشن، هذا ب 50 بدون قفص، بس ما طق جناح لانه متلك، شوفوه مخلف هم مو كبير، فمن فتحت عليه طير اكبر منه خاف من عنده، طير هم متلك، شوفوا فول متلك، لا ذيل لا جناحات، بس صوته كلش حلو، عزلت ثاني وتاكدت منه، هذا ب 50. وهاي هم قايلين لنا فحل، لا طلعت هي طيره، فهاي ب 25000، هم صوتها حلو، اللي يريد يستفاد من عندها لساناتها صحيحه ما بها غلط، يعني حتى لا يخرب البلابل اللي عنده، وهم طيره حاده حلوه، يعني تفاري من يجي يمها فحل شيء، حتى عصافيرها سجني برا ظلت تفاري وياهن وتبست وياهن. هاي ب 25، تحياتنا لكم.
Thank you.